صوتك على الهواء اتفضل. ايه يا حبيبي كيفك؟ ينعاد عليك رمضان كريم. يا رب كريم. عندي صوتك بعد اذنك معلش عشان التصوير. ينعاد عليك رمضان كريم. رمضان كريم عليك يا رب وعلى كل الناس كلها في الوطن العربي كلهم يا رب. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. مدام غدا عبد الرازق ضيفتي الليله، اذا بتحب تمسي عليا لانه جاي تكفي المسلسل بكره. ازيك يا استاذ؟ كل سنه طيبه. مبروك المسلسل ومبروك النجاح. مبروك علينا كلنا حبيبي. يا رب باذن الله. مبروك الصلحه؟ احنا ما اتخانقناش عشان الصلح. مبروك مبروك انه اتصلحتوا ولا ما كانش في اصلا حاجه؟ لا انا بص انا خليني اقول لك على حاجه يا هشام. اتفضل. انا النهارده عامل مسلسل اسمه حكايه حياه. اه. مسلسل حكايه حياه ده عندي في غلاوه بنتي تايا. لاني انا تعبت فيه قوي قوي قوي. هي قاعده قدامك عارفه انا قد ايه اكتر واحد تعبت في المسلسل ده. هي ممكن تحكي بعد ما انا اقفل. ولكن في حاجات انا هتكلم فيها بعدين. انا اي ضرر اضره دلوقتي لغدا عبد الرازق ابقى انا راجل متخلف عقليا بوقع مسلسل اسمه حكايه حياه. انا اكتر واحد استهدلت فيه. فانا بس انا بجد يعني انا بجد يعني لو انا اذيت حد ربنا يسامحني ويغفر لي. بس انا ما اذيتكيش خالص يا غاده. انت عارفه كده كويس. انا عملت لك شغل قوي مره ودي المره الثانيه الحمد لله. انا عملت شغل كويس قوي استاهل عليه ان انا اقدر واحترم مش ان انا اتهان واتهزم. بس انا انا عملت شغل كويس وغاده ممثله كويسه قوي ربنا يبارك لها وربنا يكرمها. محمد سامي انا مش فاهمه هو قال ايه. ممثله شاطره قوي. محمد اسمعني لو سمحت. محمد ينجح اكتر بعديه. بس انا بعد مسلسل حكايه حياه ينجح ويكسر الدنيا ويبقى احسن مسلسل ان شاء الله في رمضان انا ساعتها ممكن اتكلم وساعتها اتكلم كلام كتير. لان ساعتها غدا عبد الرازق ما تخصنيش. نجاحي مش هيبقى مرتبط بنجاحها. بس انا للاسف دلوقتي انا مضطر ان انا نجاحي مرتبط بنجاح غدا. فنفسي تنجح اكتر واحده في الدنيا. بس طيب. بعد حكايه حياه انا مش هتمنى ده. طيب محمد سامي هل تم الاعتداء عليك؟ نعم ام لا؟ نعم. مين اللي بعت مين اللي اعتدى عليك؟ ردي يا غدا لو سمحتي. انت هي قالت انه ما صار في شيء. انا 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 هشام انا 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 مش بحرجك على الهواء ولكن انا يهمني قوي حاجه اسمها حكايه حياه. حاجه اسمها حكايه حياه. انا ببات بسببه في المونتاج مش مع بنتي. اي بس لحظه انت قلت لها ردي يا غاده شو بتردي؟ لا انا بقول استاذ محمد هو بيبات في المونتاج لان ده شغله. ده شغلك يا استاذ. زي ما انا بالظبط كده ما بنزل من بيتي ارجع الساعه 8 و9 الصبح و10 الصبح ما بقعدش مع بنتي ولا حفيدتي. ده شغلنا. ايوه بس على فكره ده شيء ده شيء مش مقابل ده. لا 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 ده شيء ده مقابل ده في الاخر بتفطرني. لا حضرتك ده ما حصلش يا استاذ محمد. بلاش نفتح بس في المواضيع لان انا عيب يا استاذ محمد. انا بحترمك جدا واحنا على الهوا وعلى الهوا وانا اقسمت بالله على ده هقسم بالله على حاجات ثانيه يا استاذ محمد هقولها هتضايقك. اقسمي بالله دلوقتي على اي حاجه. مش هقدر. مش هقدر يا استاذ محمد. مش هقدر عشان لو فتحت في الموضوع ده هفتح في حاجه ثانيه. وانا بحبك وبعزك و انا اتمنى ومش عايزه النجاح للمسلسل يا غاده. ربنا يكرمنا في المسلسل. ربنا يكرمنا في المسلسل. يا رب وفقنا في المسلسل. المواضيع الجانبيه دي على جنب. انجحي وافرحي بمسلسلك. مسلسلك عامل فيد باك كويس ومحترم وانت ممثله كويسه. افرحي بمسلسلك وربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله. وربنا يكرمنا. محمد غاده ممثله كويسه ولا ممثله هايله؟ غادة عبد الرازق ممثلة من أحسن الممثلين اللي جم في الوطن العربي. ولكن ده ملهوش أي علاقة بموقفي من غادة عبد الرازق كأشخاص. ألو؟ عم بسمعك. بس يعني أنا أصلي أنا ما ينفعش أتخانق معاك وأقوم قايل عليك مذيع فاشل يا مشاري. محمد الناس هتقول عليا متخلف. محمد بس أنا لما اتخانقت مع غادة اتشتمت في الجرايد. محمد فودة شتمني في جرايد مصر كلها إن أنا مخرج فاشل. أنا عاوز حد في مصر يطلع يقول محمد سامي اللي عمل آدم ومعتبك الإصرار وكليبات هيفاء وهبي وتامر حسني وشيرين عبد الوهاب فاشل إزاي؟ يعني إزاي أنا فاشل؟ أستاذ محمد فودة هيك كتب؟ أنا فاشل خالص. أستاذ محمد فودة هيك كتب؟ أنا سافر بتكرم في دول الوطن العربي دولة ويتقال عليا فاشل. ولكن أنا ما ينفعش لما أجي أرد الـ 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 الكلام أرد شكل غادة عبد الرازق. لو أنت بتسألني على الرأي الفني غادة عبد الرازق أنا قلت لها كذا مرة وقلت على الهوا الكلام ده أكثر من مرة. هي من أقوى الممثلات في الوطن العربي. محمد سامي الكلام يلي تناولوه قرأنا بالصحافة كلام انه غادة عم بتقول عنك انك تتناول مخدرات. مظبوط مش مظبوط؟ على فكرة حرية شخصية بس هيدا اللي انكتب. اسألها قدامك. قلتي كده غادة؟
حضرتك هو سألني وانا قلت له انا ما قلتش كده. طب خلاص يبقى معلش، يبقى الله يسامحهم الصحافه بيوقعوا بين الممثلين والمخرجين. مين راعي الصلح اليوم، الصلح اليوم بيناتكم؟ مين ايه؟ مين راعي الصلح؟ مين بيضمن انه المسلسل راح يكمل تصويره؟ ناس كتير. بص عايز اقول لك على حاجه، ناس كتير، ناس كتير، لو ما فيش ناس كتير ما كانش بقى في مسلسل. في ناس كتير، ناس مين؟ ناس كتير، ناس كتير زي مين؟ محمد ناس كتير زي مين؟ دكتور اشرف زكي ربنا يكرمه، والاستاذ مسعد فوضى النقيب، ناس كتير بتفعل دايما يعني. لا والله ناس كتير ربنا يكرمهم جميعا يا رب. قد ايه بقى تصوير من المسلسل؟ ان شاء الله يا رب باذن الله هانت خلاص، ان شاء الله اسبوع 10 ايام ان شاء الله ونبقى خلصنا. وباذن الله يا رب يعني، يعني انا شايف فيدباك الحمد لله ان الناس مبسوطه من الحلقات الاولى. انا شخصيا شايف ان الخمس حلقات هم ما هماش اقوى حاجه خالص. في اللي جاي في المسلسل ايمن سلامه، ايمن سلامه عامل شغل حلو قوي 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 قوي، وكل الممثلين من اول غاده لحتى اصغر ممثل كلهم عاملين شغل كويس. انا تعبت قوي وعملت شغل اعتقد يعني يا رب يكون كويس ويعجب الناس. محمد مظبوط، محمد سامي مظبوط الجمله يلي قلت لها لغاده، قالت لي انت اللي زدتها مش الكاتب، هي ساعات ممكن ننسى انه في ربنا، انت اللي كتبت هالجمله؟ انا كتبت الجمله دي، بس انا الجمله دي ملحقه بجمله ثانيه هو الاستاذ صلاح عبد الله بيقول وساعات تنسى ان ربنا، وهو مريض طالع مجنون ليس على المريض حرج. وبعدها غاده بترد بتكمل بس انا عمري ما نسيت ان في ربنا. سيدنا يوسف لما قعد في السجن بضع سنين ربنا سبحانه وتعالى افتكره وطلعه من السجن. فانا الجمله مقسومه نصين، هي متاخده بس في بعض الناس واخدينها على بعض المواقع بطريقه ولا تقرب الصلاه يعني. لا هي نص الجمله على بعضها بتقول ان الواحد لو جه ينسى ان في ربنا لازم يتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى وراه وهيساعده. طيب قد ايه صحيح انه غاده عبد الرازق المنتجه طلبت منك انه يصير في حذف لبعض المشاهد لصالحها هي وتقصير وتخفيض دور او مشاهد الممثلات الاخريات؟ نيشان بص لو تفتكر معايا، عشان انت انا دايما بقول لك لما اشوفك بقول لك انت اشطر مذيع في الوطن العربي بتعرف تجر الكلام. انت دلوقتي هتجرني لان انا افتح 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 كلام على ما تفتح بس اللي وانا في اول الكلام قلت لك ايه؟ قلت لك نيشان انا 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 انت بتسالني حصل كذا، قلت لك حصل. بس انا دلوقتي بقول لك انا دلوقتي عايز افرح بحكايه حياه قوي. انت يعني ممكن الناس ما تشوفش المجهود قد ما احنا شايفينه من جوه الكلام. نعم طيب بما انه هلا خليني محمد خليني والله هحكي، ولكن خليني 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 افرح بالمسلسل دلوقتي على الاقل. طيب افرح، نحن كلنا فرحانين بالمسلسل وفيك وبقدراتك وبالنجم الكبير غاده عبد الرازق. بما انه رمضان وفي تسامح وغفران، خلينا نحل هالقصة مباشره على الهواء ويصير في صلحة حقيقيه حتى نختم هذا الموضوع. انا موافق يا نشان على شرط اني حامد الشال ومؤنس صلاح الدين والناس اللي دخلوا بيتي ضربوني في بيتي اروح اضربهم في بيتهم قدام مراتهم وعيالهم ونتصالح على الهواء. ورمضان كريم وكل سنه وكلكم طيبين. لو الناس اللي جم ضربوني في بيتي انا رحت ضربتهم في بيتهم قدام مراتهم واولادهم وخدت حقي اللي هو العين بالعين والسن بالسن، انا 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 ساعتها انا لا هيك عم نكبر محمد، هيك عم نكبر المشكله. انا الراجل لجأت للقضاء ولجأت للنقابه وربنا سبحانه وتعالى كريم ولجأت فوق كل ده ربنا سبحانه وتعالى، ولكن انا عندي التعليق صالح على الهواء. طيب. لو غدا وعدتني على الهواء ان الناس اللي ضربوني ان انا هروح اضربهم في بيتهم. غدا طب انت رو انت روقي قولي له رمضان كريم. انت لو حد ضربك في بيتك مش تبقى عايزه تروحي تضربيه في بيته؟ قولي له رمضان كريم، قولي له رمضان كريم يا استاذ محمد، ومش عايزين نعطلك عن شغلك. ماشي. الله اكبر. شكرا شكرا الله اكرم. شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا محمد سامي. بتنلف هيك قصص بسرعه وبيتكفى المسلسل وبت يعني بعد سنتين اذا استضفتك هيدي الحادثه كلها بتكون من الماضي الاسبق وماضي النسيان. تطوي تنطوي الحكايه.